قال للمزيد حول صراع الطبقة السياسية في العراق على مقدرات محافظة تأميم ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك. بداية أستاذ حسين، يعني إلى ماذا ترجع هذا الصراع المحموم بين شركاء العملية السياسية والميليشيات على محافظة التأميم؟ يعني أنا أعتقد مشكلة كركوك هي يعني تتمحمر في نقطتين أساسية. النقطة الأولى هو غياب المشروع الوطني الذي يوحد مكونات المجتمع العراقي، والثانية تغييب السكان الأصليين لأهالي كركوك عن المشهد السياسي أو عن أي إرادة سياسية في قضية كركوك. الصراع اليوم بين بغداد الحكومة المركزية ذو البعد الطائفي وبين الإقليم ذو البعد العرقي القومي، وبالتالي كركوك مدينة متنوعة معلومة. فغياب المشروع الوطني مع تغييب الإرادة لأهالي كركوك نفسهم هذا هو السبب الرئيسي في تعقيد مشكلة كركوك، ولا أعتقد سوف تنحل. يعني هذا الصراع كما تعلم نشأ منذ ضم محافظة التأميم لما يسمى بالمناطق المتنازع عليها في دستور بريمر. لماذا برأيك لم تحسم الأحزاب في العراق وبرلمانها هذا الصراع منذ 2005 وحتى اليوم؟ يعني عندما جاء الحاكم المدني بول بريمر إلى العراق أصدر المادة 58 أطلق عليها المناطق المتنازع عليها، وضمن هذه المادة لمن يكتب الدستور. وعندما كتب الدستور سنة 2005 كتبت المادة 140. المادة 140 تنص على المناطق المتنازع عليها. هذه كلمة مطاطة وفضفاضة جدا. غياب الأمم المتحدة وغياب المجتمع الدولي على الحلول في وضع مثل العراق زاد الطين بلة. للعلم أربع لجان تشكلت منذ 2005 إلى 2011، وجميع رؤساء اللجان إما استقالوا أو استبدلوا. رئيس اللجنة الأولى كان حميد مجيد موسى، ومن ثم رائد فهمي، ومن ثم آخرهم كان هادي العامري. رؤساء اللجان جميعهم لم يستطيعوا أن يفلحوا، لأنه جميع رؤساء اللجان وأعضاء اللجان كل من يتكلم عن مطامع الحزبية والفئوية الذي ينتمي إليها، ولا يتكلم عن مشروع وطني يوحد كركوك ويوحد بقية المحافظات. لهذا السبب أعتقد المادة 140 هي لغم لتفتيت العراق، وخاصة المحافظات المرتبطة بهذا اللي هي كركوك أهم محافظة، ثم ديالى، ثم صلاح الدين، ثم مدينة الموصل نينوى. يعني هل هناك أي علاقة بين اقتراب الانتخابات المقترحة نهاية هذا العام وبين ربما احتدام الصراع على المحافظة برأيك؟ هو الانتخابات عادة كل ما تقترب تشتد الصراعات، سواء الطائفية أو العرقية أو أي مشكلة انتخابية يراد لها كسب أصوات أكثر من الناخبين. لكن ما يهمنا أنه قضية كركوك لم تحسم لا بهذه الانتخابات ولا بالقبلها ولا التي سوف تأتي، لأن أنا قلت لك أنه غياب المشروع الوطني للحلول المشاكل المجتمعية هو أحد أهم ركائز الحل. غائب هذا المشروع الوطني، فبالتالي هو في كل يوم تزداد الطين بلة. يعني كيف تعالجون قضية كركوك وأهل كركوك نفسهم مغيبين عن الحل؟ الصراع كما ذكر تقريركم وكما هو واقع على أرض يعني الحال أنه صراع بين بغداد والإقليم، وكركوك مغيبة. ولهذا السبب هناك في أربع قوميات هم يتكلمون عن ثلاثة، هي أربع قوميات أساسية في كركوك: العرب، التركمان، الأكراد، المسيحيين. وهؤلاء جميع هذه القوميات هي متقاربة وأصيلة في كركوك. غياب السكان هو اللي هو يكون السبب. ثم ما هي المادة 140؟ إذا بلد موحد عاش منذ آلاف السنين كيف جاءت هذه المادة؟ هذه المادة هي لتفتيت المجتمع ولصناعة مشكلة يعني قد يجوز تصل إلى حد الصدام المسلح بين هذه القوى. بالحديث عن هذا الصراع سيد سبعاوي، يعني هل أحدث فعلا هذا الصراع بين شركاء العملية السياسية فراغا ربما أمنيا وسياسيا أعطى فرصة لميليشيا بيكاكا للتوغل إلى حد التغول فعلا الذي يضر كثيرا بالعراق؟ الميليشيا بيكاكا هي قديما موجودة في كركوك عندما كانت كركوك تحت سيطرة البيشمركة، ومن ثم جاء الحشد تمكنت أكثر لأن لديها علاقة قوية مع الحشد. لا ننسى أنه ميليشيا بيكاكا عندما كان كركوك مسيطر عليها كانت من قبل حزب طالبان الاتحاد الوطني، وهي أيضا قريبة منه. بمعنى أنه ميليشيا بيكاكا هي تزيد الطين بلة نعم، ولكن هي ليست
الأساس في هذا الصراع، هي موجودة قديمة قبل هذه الصراعات، لكنها تنحاز عادة بعد وصول قوات بغداد أو المركزية إلى كركوك، انحازت إلى الحشد، وبالتالي هي أداة تستخدم للحشد أكثر مما اليوم تميل إلى حزب الديمقراطي الكردستاني. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.